السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن اللحمة الحمراء في المنام. وخلي بالكم أنا بحب التخصص، بمعنى إن أنا بحبش أدخل المواضيع كلها في بعضها. هتكلم عن اللحمة الحمراء واللحم المشوي وتقطيع اللحم، لا 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 لا، كل لقاء بيبقى خاص له عنوان خاص بيه. زي ما اتكلمت في لقاءات سابقة عن اللحم المشوي، النهاردة هتكلم عن اللحمة الحمراء. رؤية اللحمة الحمراء للرجل رزق، مع ان كتير من الناس وخاصة النساء بتعتقد اعتقاد خاطئ ان اللحمة في المنام مش محمودة، زي ما بيقولوا برضو الزغاريد مش محمودة، زي ما بيقولوا برضو ان الدم في المنام يفسد الله. كل الكلام ده تخاريف. الحاجات دي سبحان الله العظيم الناس دي ورثتها ومتفهمش حاجة في العلم، يعني هي سمعتها وبدأنا نتنقل الكلام، يتناقل من جيل لجيل، خلاص ورثناه من الستات الكبيرة ان الدم في المنام يفسد، اللحمة الحمراء مذمومة، مش عارف ايه. كل دي تخاريف وكلام فاضي ما نبصلوش ولا يمت للعلم بصلة. فاللحمة الحمراء لو ان الرجل رآها في المنام تدل على الرزق والمال. رؤية البحث عن اللحمة الحمراء لو وجدها في المنام فهي خير، إن لم يجدها فهو شر. لو أنا شفت إن أنا بدور على لحمة حمراء، دخلت المطبخ عارف إن فيه في التلاجة أو في المطبخ لحمة حمراء ودور عليها، لو لقيتها في المنام خير، ما لقيتهاش يبقى شر، ومع شديد الأسف. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، إعطاء زوجها لها لحم أحمر أو لحمة حمراء خير كبير لها. شراء اللحمة الحمراء للمتزوجة رزق كبير، ورؤيتها كذلك. أما بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة والحامل، رؤية الزوج السابق للمطلقة أو رؤية الزوج المتوفي للأرملة أو رؤية الزوج الحالي للحامل، لو شافت أن أي واحد من دول على حسب ما ذكرت أن زوجها بيعطيها لحمة، تدل هذه الرؤية على الخير القادم لها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للبنت العزباء، رؤيتها للحمة الحمراء تدل على الأخبار السعيدة التي ستأتيها في القريب إن شاء الله تبارك وتعالى. وقيل بالنسبة للعزباء، رؤية اللحمة الحمراء لها انشغالها ببعض الأمور المهمة. هذه هي رؤية اللحمة الحمراء في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.